وإلا أخرج من سياقه. أذايا في الأخر الكل عندنا ليه اسم هو ازدواجية خطاب حركة 30 ثانية سي سامي و 30 ثانية سي هشام. أولا نحترم كل رواد الصفحات الفيسبوكية بجميع أنواعها، أنا من سمي حتى حد ذباب، لا أزرق ولا برتقالي ولا أصفر. كتوانسة كلهم أحرار فيما يعلقوا وهم مسؤولين على ما يقوموا به. هذه حكاية الفلس، اللي عنده حاجة يثبتها على حركة النهضة، ونتوقع أنه المسألة هذه مش بالطريقة هذه. شكرا سي سامي طريق يعطيك الصحة. سي امبورتون باش نذير النقطة الأخيرة اللي قالوا سي هشام، قال انه ماذا بينا انه بعالم الاعمال وال لا لا هذيك راي وعطاه نخلو على سي هشام. حبيت نشير المامر هذا خطير برشا، اعطيناكم نحن انه انا في بالي الامر هذا لازم تسمعوا الاتحاد الصناعي.